حياكم الله مشاهدينا الكرام في فن التاسعة لهذه اليوم. فعليا العالم ينظر إلى أزمة كبيرة، قد تكون هي أزمة الطاقة ليست هي الوحيدة، لكن قد تكون هناك أزمات أخرى. لكن لو كانت هناك رؤية واضحة لدى العراق في كيفية التعامل مع هذه الأزمات وتحديدا أزمة الطاقة في المستقبل القريب، لكانت هناك الكثير من المسببات التي يجب أن تتم معالجتها بلغة الأرقام والحلول. يجب أن ينتبه العراق لقادم الأيام في موضوع النفط والطاقة وكل ما يتعلق في الوضع الاقتصادي العام للعراق. أزمة الطاقة في العالم هي ليست كما يدعي البعض أنها هي أزمة آنية، قد تكون لسنوات، لكن بالمقابل الآن العالم يبحث عن حلول، وهذه الحلول يجب أن تكون وفق محور ومنظومة متكاملة سواء على مستوى المنطقة والشرق الأوسط والعالم. وقد تكون أزمة الطاقة هي السبب ما يجري الآن بشكل عام في العالم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ورحب بضيف في حلقة هذا اليوم هنا في الاستوديو الأستاذ علي البكري الخبير الطاقة. حياك الله أستاذ علي، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. ورحب بضيفي الدكتور علي نعمة خبير النفط، حياك الله أستاذ علي، مرحبا بك. أرحب بك. وإذا كان ضيفي جاهز بعد قليل، طيب بعد قليل انضم معي أيضا السيد كريم عقراوي الاستشاري والخبير النفطي من الولايات المتحدة الأمريكية. اسمح لي أن أبدي معك دكتور علي، حياك الله، مرحبا بك. وخلينا نتحدث بموضوع احنا مقبلين على أزمة فعليا، البعض يتحدث هكذا شيء أنه توجد أزمة، ليس على مستوى فقط الطاقة الكهربائية بشكل عام، أزمة الطاقة. بالمقابل لدينا ثروات مهمة أكيد وكبيرة، لكن لا يحسن استغلال هذه الثروات للأسف. طبعا شكرا على الاستضافة أستاذ نصير. الحقيقة العراق من الدول اللي حباها الله بطاقة داخل الأرض هي الوقود الأحفوري، وطاقة فوق الأرض اللي ما مستغلها هي الطاقة الشمسية. يعني الوقود الأحفوري عندك الغاز والنفط، العراق يمتلك احتياطي نفطي هائل جدا، احتياطي غازي هائل جدا يصل إلى 132 تريليون متر مكعب. وكذلك بالنسبة للنفط يعني يعتبر رابع دولة بالعالم بالاحتياطات النفطية، يعني دولة بها هذا الكم من الطاقة. ملف أي ملف متعلق بالطاقة والكهرباء لازم يكون هذا الملف محسوم من زمان. الحقيقة بعد 2003 أكو سوء تخطيط كلش كبير في ملف الطاقة، وهذا سوء التخطيط ناتج عن المحاصصة البغيضة وتحكم الكتل والأحزاب بالوزارات وبالتالي اللجان الاقتصادية، يعني عدم المحاسبة ومن أمن العقاب ساء الأدب، وهكذا وصلنا إلى هاي المرحلة اللي الحقيقة لا نحسد عليها. أكو ضوء نهاية النفق أستاذ نصير، يعني الحقيقة من تسلم سيادة رئيس الوزراء يعني دا أشوف أكو نوع من الجدية تختلف عن الوزارات السابقة من خلال الاتفاقيات اللي نتمنى أن نسمع كلمة يعني مو مذكرة تفاهم، يعني اتفاقية كاملة، يعني مذكرة تفاهم احنا شبعنا بالعقود السابقة، يعني بالحكومات السابقة كم هائل من مذكرات التفاهم اللي ما طبقت، من ضمنها عقد سيمنز اللي هو يوفر 11,000 ميجا واط. حاليا العقد مع سيمنز تجدد بس لحد الآن ما وصل لمرحلة اتفاقية، بس شنو بنصف الكمية 5,000 ميجا. طبعا أكيد أكو محاصصة مع جنرال الكتريك، يعني وأعتقد أنه الحرب الأوكرا الروسية أحدثت متغيرات في ملف الطاقة وأثرت على العراق، يعني خلت الولايات المتحدة الأمريكية تعطي بعض الحصص للدول اللي مساهمة بالتحالف لدعم يعني الملف الأوكراني. يعني أكو بعض التنازلات بدأت تطيها إلى أوروبا، وتدري في قيادة أوروبا حاليا هي ألمانيا وفرنسا، فلذلك تشوف شركتهم شركة توتال الفرنسية راح تدخل بقوة إن شاء الله من خلال وكذلك الاتفاقيات الأخيرة أو المذكرات اللي يتمنى نصير اتفاقيات، وكذلك شركة سيمنز. يعني في الحكومات السابقة كانت الحكومة الأمريكية رافضة رفض قاطع. هسه يعني حاخد بتفاصيل بموضوع الطاقة، لكن بس بشكل سريع على هذا الجواب، يعني جواب الحكومة الآن تمتلك رؤية واضحة في أزمة الطاقة في العراق نوعا ما،
نوعا ما، بس رؤيه غير متكامله. رؤيه غير متكامله. طيب حياك الله دكتور، ارحب بك مره اخرى. اهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك. يعني فيما يخص قطاع النفط، من اهم القطاعات العراق، يعني اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير على موضوع النفط. البعض يتحدث على انه قد تكون هناك تقلبات واضحه في اسعار النفط. العراق يبني موازنته على سعر معين، وقد تكون بشكل عام ايضا هم ايضا العراق يمتلك رؤيه واضحه في كيفيه التعامل مع هذا الملف المهم. السلام عليكم وعلى ضيفي الكرام ومشاهدي قناه هنا. الحقيقه هي اسعار النفط هي العالم كله مرتبطه باسواق عالميه خارج اراده اي منتج بالعالم، فبالتالي البلد اقتصاد ريعي مثل العراق يعتمد ب 95% اكثر من ايراداته على النفط، فبالتاكيد لازم يكون عنده رؤيه واضحه بمعدلات سعر النفط في الموازنه، بالتالي يحدد ايراداته ويحدد الانفاق والتشغيلي مالته والاستثماري بشكل واقعي يتناسب مع الايرادات المتوقعه. احنا اللي لاحظناه الحقيقه خلال سنوات سابقه انه كل ما تزيد توقعات بايرادات اكثر النفط كل ما تتضخم الموازنه، يعني هذا هاي واحده من المآخذ يعني على الحكومات السابقه. من وجهه نظري انه كان يفترض انه يضع سعر محدد بالموازنه على مستوى على الاقل 5 سنوات يتم اعتماده سعر متحفظ حتى نحافظ على مستوى حقيقي للموازنه، ومن خلاله اذا كان هناك فائض نقدر نسد العجز بالسنوات الاخرى، وبالتالي يكون عندنا برنامج تنميه حقيقي بموازنه قابله للتنفيذ. احنا نلاحظ تزيد الموازنات، تزيد القروض، تزيد تبعات تزيد القروض، وهاي تنهك الموازنات السنوات الاخرى، فهذا تراكم علينا. من ان خفضت اسعار النفط قلت ايراداتها كما حدث 2014 15 و2020 عانى العراق كثيرا. ليش؟ لان هو بتضخيم موازناته ضخم الموازنات التشغيليه وخاصه الموازنات الخاصه برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايه الاجتماعيه، وهذا حق للمواطن. لكن الحقيقه تضخيمه كان على حساب تنميه القطاعات الاخرى اللي كان ممكن ان تساهم بشكل كبير بايرادات حقيقيه للموازنه، وبنفس الوقت تمتص زخم البطاله اللي هو يصير عبء على كاهل الدوله، على كاهل الموظف الحكومي. يعني احنا مثل ما نعرف انه هناك ترهل بالقطاع الحكومي بالنسبه للتوظيف مقابل ضعف القطاعات الاخرى، القطاع الخاص، الصناعه، التجاره اللي كان ممكن ان تطور بايرادات النفط خلال السنوات السابقه، وبالتالي ندفع العاطلين او الخريجين او حتى كافة الفئات الشبابية باتجاه تطوير هذه القطاعات للاستثمار في قطاعات أخرى، وبالتالي نحقق إيرادات جديدة، نحافظ على مستوى الموازنة اللي تجينا من النفط بشكل عادل وبشكل قابل للتحقق، ما نهتز كثيرا كما يحدث حاليا. إذا صعد سعر النفط احنا مشكلة بالموازنة، إذا خفض سعر النفط المشكلة تتعمق. جيد. طيب نعم، احنا ملزمين بأوبك أوبك بلس فيما يخص تحديد الإنتاج النفطي. اليوم انه احنا مع التوظيف عندك مشكلة أزمة الطاقة في العالم، اليوم بعض الدول أصبحت تعتمد على العراق في موضوع النفط، يعني أزمة أوكرانيا روسيا قد تكون العراق واحد من أهم البلدان اللي تعتمد عليها الآن اللي موجودة. بالمقابل أكو خروقات واضحة في عملية تهريب النفط وما شابه ذلك. ليش الرغبة الواسعة عند العراق أنه يزيد الإنتاج مالته؟ شوف الحقيقة احنا العراق هو عنده خطط بزيادة الإنتاج، وبدأها من جولات التراخيص النفطية. يعني يجب أن يكون العراق قادر على إنتاج كمية تتناسب مع حجم الاحتياطي، باعتباره يمتلك احتياطي أكثر من 140 مليار برميل، فبالتالي عليها أن تكون إنتاجه متناسب مع هذه الكمية، وبالتالي الأسواق النفطية بالتأكيد ممكن تتغير معادلة. لكن استحقاق العراق هو اكثر من الانتاج الحالي فعليا صح. نحتاج لزياده الخطط، بس اضطر العراق الى يتماشى مع سياسه اوبك بلس. لا احنا بعيدا عن اضطر العراق او ما اضطر، خلينا نتحدث بواقعيه. خلينا نتحدث بواقعيه. طيب بس العراق مو ملزم؟ خلينا نتحدث لا بس جاوبني. خلينا نتحدث لك دكتور، بس عذرا دكتور، ملزم لان طاقه الانتاجيه خلاص، اذا ملزم. بس لو كانت طاقته الانتاجيه 7 ملايين ما كان يلزم بهذا الرقم، كان يلزم اكثر، مثل ما السعوديه
9 ملايين او اقل انتاجها ما 11 مليون فانتاجها 9 ملايين. طيب. روسيا نفس الشيء، الامارات ايضا تزيد طاقتها الانتاجيه، بالتالي الطاقه الانتاجيه والاحتياطي هي من تحدد حصتك قد. طيب. احنا العراق كان مخطط للوصول الى انتاج كما اعلن 12 مليون، وهذا الحقيقه ارقام حقيقيه وارده في جوله التراخيص الاولى والثانيه، يعني فقط جوله التراخيص الاولى والثانيه اذا تحسب ارقامها الاوليه عند التوقيع 11 مليون 700، فبالتالي كان رقم موقع. اكو مشاكل لوجستيه، اكو مشاكل فنيه، اكو مشاكل خزنيه، اكو بالبنى التحتيه بالانابيب، عندنا مشاكل بالموانئ، هاي كلها عاقت دون تحقيق هذا الرقم. اضافه لذلك لما انخفض اسعار النفط، وهذه الحقيقه يعني يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، في 2014 2013 بدأ 14 15 وحرب داعش وجه العراق موازناتها بشكل كبير لمحاربه داعش، للموازنه العسكريه صح، اضافه للموازنه التشغيليه، جتها وراها كورونا وما تعمل، بالتالي خفض العراق الموازنات الاستثماريه ل قطاع النفط وخاصة لجولات التراخيص. هذا التخفيض دفع إلى تخفيض الخطط لزيادة الإنتاج، إضافة لما ذكرناه من مشاكل فنية ولوجستية. فتخفيض التخصيصات للاستثمار النفطي طيب. بالتأكيد هو جزء من المشكلة اللي ما سمحت العراق أن يوصل للإنتاج اللي يستحقه وفق. جيد. عندك رقم إيش قد يهرب نفط من العراق يوميا؟ شوف على الأقل تقدير رقم تقريبي. شوف سالفة، انت اذا تتحدث عن تهريب بكميات كبيره فانت مخطئ. احنا نتحدث عن تهريب بكميات قد تكون خرق لانبوب هنا خرق لانبوب هناك، هذا يستمر لعده ايام، لان بالتاكيد راح يبين بالعدادات اللي هي منتشره بكامل منظومه النفط العراقيه الداخليه والخارجيه، فبالتالي راح يبين فروقات بالعدادات بسهوله. فلذلك يقول أثروا على أنبوب على عصابة على هذا، لأن بين بين عداد وعدادك فرق بسهولة أيام ما تطول. أكو لكن مع التهريب مثل ما تتحدث وسائل الإعلام أنه ملايين، وقبل فترة نشروا نشر فيديو لناقلات تنقل النفط، هذا الحقيقة يعني عاري عن صحة ومو واقعي. زين بس أنا سؤال عمر، وزارة النفط تمتلك أرقام محددة ما دام تقول أكو كنترول واضح مو اعداد كبيره بعمليه التهريب مثل هذه الصهاريج وما شابه ذلك، ايش قد تقريبا؟ انا راح اوجهك لبيانات ممكن ان تستفاد منها ومعلنه. جيد. اكو بالعراق مبادره الشفافيه صناعات استخراجيه، هاي المبادره بالعراق هي من عام 2010 واصدرت بيانات عن قطاع النفطي بالتفصيل. طيب. وهاي البيانات رسميه. كان سابقا رئيسها امين عام مجزرة، حاليا رئيسها السيد وزير النفط. فبالتالي بياناتها رسميه. تعتمد بها مدراء عامين، بها مجتمع مدني، بها شركات اجنبيه ومحليه، هاي تطلع بيانات تفصيليه. بالتالي من يكون بيان اللي صادر من شركه الانتاج سواء البصره او ميسان مطابق للبيان اللي يطلع من شركه تسويق النفط للصدر، مطابق للشركه اللي دا تستورده، فاذا البيانات اللي يتحدثون عنها. دكتور عندك رقم رقم محدد ما دام هي معلنه؟ رقم صادرات؟ لا لا رقم التهريب. استاذ العزيز تهريب كميات ضئيله جدا. طيب طيب. ما تطلع ضمن هاي الارقام، يعني تطلع 1% نصف نصف بالميه. جيد. وموجوده يعني تقارير ممكن تطلع عليها. ممتاز استاذ علي، بس خليني اشرك سيد كريم عقراوي الاستشاري والخبير النفط، حياك الله استاذ كريم. اهلا وسهلا بك. الو عزيز سيد عقراوي تسمعني؟ نعم اسمعك. تسمعني انت؟ إذا أنا أسمعك كل زين. جيد. إذا كنت تسمعني بشكل واضح، يعني العالم الآن كله يراقب بصراحة في موضوع أزمة الطاقة والنفط وما شابه ذلك، وما يجري تحديدا اليوم في العالم والعراق يعني جزء من هذه الأزمة اللي موجودة قد اعتمد عليه في الفترة السابقة، لكن واقعا المؤشرات تقول قد لا يعتمد على العراق في قادم الأيام، وقد نحن نمر في أزمة طاقة كبيرة واضحة، بالرغم من أن احنا يعني ممكن قادرين على رفع الانتاج النفطي، قادرين على انه ممكن الاستفاده من الغاز المصاحب هذا اللي يهدر الان، لكن فعليا اكو مؤشرات وتقارير عالميه تتحدث على انه العراق ممكن ان يدخل في ازمه طاقه وازمه نفطيه. انا بصراحه قبل ما اعطي جواب على سؤالك بس اريد يعني
أثير نقطة الثار الأستاذ القبلي بخصوص تهريب النفط. حسب الأرقام اللي سمعناها كان بحدود 350 ألف برميل باليوم كان يهرب، وحسب المعلومات كذلك من 21 سيد عقرب، بصراحة يعني ما دا أسمع صوتك بشكل واضح حتى يعني معالجة القضية فنيا. أسأل ما تسمعني سيد عقراوي؟ أنا دا أسمعك كل شيء. طيب أنا ما جاء أسمعك بشكل واضح، خلينا الشباب يعالجون الموضوع فنيا وأرجع لك مرة أخرى. خلي أستاذ سيد البكري، يعني الموضوع الغاز مشكلة كبيرة. أريد أنا إحنا قبل دكتور علي قبل البرنامج قال لي الله نتحدث بلغة الأرقام اليوم، ها دخل مراهنة ويانا بالإعلام العراقي وكذا. طيب أريد أتحدث بلغة الأرقام الرسمية. نعم اوكي، هسه والتقريبيه ايش قد احنا ممكن يصير عندنا هدر من الغاز المصاحب يوميا، شلون تصير عمليه انه تلافي هذه القضيه؟ الحقيقه الغاز المصاحب هو اكو خطا بالعقود اللي صارت، العقود النفطيه كان من الواجب انه تتضمن استغلال الغاز المصاحب مع استغلال استخراج النفط، وهاي الشغله كلش مهمه. يعني ما مستغرب انا ليش تم تجاوزها. يعني الحقيقة لو استغلينا الغاز المصاحب بشكل تام راح يغنينا عن 70% من الغاز المستورد من إيران، 70% وليس الكل. بس إذا دخلنا المكامن النفطية بحقل عكاظ وغيره الحقيقة راح يصير عندنا فائض. فلذلك الشركات الفرنسية بالذات العقد الفرنسي يعني مو سواد عيوننا تجهلنا بهاي الفترة، يريدون يحلون أزمة الطاقة بعد انقطاع نورد 1 ونورد 2 من الاتحاد السوفيتي، العفو من روسيا، وكذلك يعني من كل شقتين في ألمانيا هنالك شقة تجهز من الغاز الروسي تدفئتها. فتخيل الرقم مش قد كبير، بس رغم ذلك الحكومة الألمانية تهيئت للموضوع وسوت خزين غازي بحيث هسه ما عندهم أي أزمة. يعني مو مثل نحن من انقطع الغاز الإيراني 12 يوم الحقيقة، من يوم 26 احسبها 12 يوم 26 4 لحد يوم 10 بالشهر الثاني، يعني العفو لحد يوم 8. يعني الاصول قبل هاي يعني انه اكو خزين غازي على مود يشغل محطاتك، مو انا اتفاجئ انه. ثاني شيء العقد مع الجمهوريه الاسلاميه يجب ان يكون به حقوق ضامنه للعراق، يعني اكو توفير مسبق للغاز. هذا يعني عقود واضحه. انا نعم. استثمر الغاز اللي موجود عندي، انا عندي غاز، مو تقول حضرتك يغطي 70%. نعم قلت لك 70% من طيب الغاز. طيب خلاص انا اذا عندي غاز الان خليني استثمر بشكل صحيح، انطيني اليات في كيفيه الاستفاده من هذه الغاز. اليات هو شنو حاليا هسه شركه سيمز من راح تدخل العراق، الحقيقه راح تدخل تنشئ ثلاثه الى اربع محطات، يعني لحد الان العقود ما واضحه. هاي المحطات هي محطات مركبة، احنا عندنا محطات غازية ومحطات حرارية. كل العالم ترك هذا الموضوع، اكو محطات مركبة تنطي كفاءة مرة ونص بقدر هذه المحطات، ومثل ما صار بمحطة ميسان اللي اخذتها احد الشركات، يعني شركة سيمنز انطتها الى شركة اهلية الحقيقة اثبتت جدارة حاليا، والمحطة زادت كفاءتها تقريبا 25%. احنا اذا نستمر استاذ نصير، اذا نستمر نسوي محطات بدون ما نعالج المشكله الرئيسيه، المشكله الرئيسيه بالعراق هي سوء تخطيط وكذلك سوء تقنين واستهلاك الطاقه. سيد البكر يعني ايش قد نهدر العراقيين ويا غاز؟ انا قلنا خلينا نتحدث بلغه الارقام صح؟ انا اعرف راح تجي سيمنز واعرف ايش راح يسوون واعرف كل اعرف اللي حيسوي كقيمه تقديريه، بس انا ايش قد اني اهدر وايش قد شلون اعالج. انا هسه خلينا نكون واقعيين اليوم، انا اذا ما عندي مشكلات ومعالجه الحقيقه هي ماكو احصائيه، لان تعرف مثلا انت من تروح هسه للبصره تدخل الرميله بالذات بالليل تشوف عشرات المشاعل، هاي كلها غاز مصاحب. اكو في كركوك كذلك، في الوسط في الكوت وغيرها. يعني انا اتوقع من 25 إلى 30 أو 40 مليون قدم مكعب يوميا يهدر، يعني تقريبا نصف ما يجهز الغاز الإيراني. الغاز الإيراني العقد مالتنا معاهم 55 مليون قدم مكعب، هذا تخميني آني الحقيقة، لأن هي ماكو إحصائية هسه، ماكو إحصائية بالغاز المحروق يوميا، أكو إحصائية ما يسبب من تلوث للبيئة
بالعالم. العراق يجي بعد الاتحاد بعد روسيا في تلوث البيئة، يعني 12% من التلوث البيئي بسبب العراق بسبب حرق الغاز. يجي طبعا أول دولة بالعالم في حرق الغاز المصاحب هي روسيا، يجي وراها العراق. فروسيا ساهم تقريبا من 18 إلى 20، العراق 12% من نعم هاي 12% هم تلوث بيئة. أستاذ العزيز أستاذ نصير الحقيقة ولا هي جرى ترخص كان حصريا بالنفطية. إيه نعم نفطية بس ما يخالف ده يطلع وياها غاز مصاحب توقيع، هي نفطية وقعوا غاز جيد. المهم يعني الحقيقة احنا توجهنا باتجاه الطاقة الكهربائية أكثر شيء، وهذا داعمة، وأنا يا ما طرحت أكثر من مرة أنه يجب أن يكون هنالك وزير واحد، وزير الطاقة والكهرباء، وزير يعني ما يصير وزارتين. هاي الوزارة تدب الحمل على هاي بتجهيز وهاي، وهذا أغلب دول العالم سوته. وزارة الطاقة أزمة الطاقة كلش كبيرة بالعراق. نعم. بس معالجات حقيقية ما. معالجات حقيقية والله العظيم واضحة. لو يرسمها إنسان عنده يعني إرادة حقيقية لحل هذا الملف وحسمه يحسم خلال سنة إلى سنة ونص يكون على ثقة. بس ماكو ذيك الإرادة الحقيقية لحسم هذا الملف. بكري. نعم. خليك. أنا دا أتحدث كل العراقيين اليوم عنده إرادة. أعطيني حل. اعطيني خارطه الطريق. الحل واضح. الحل واضح يا اخي. قول لي شلون احل الازمه. الحل واضح. هسه اعطيك حلول بس من ينفذها يا ما اعطيني حل. انا ما اريد يسمعوك بس انا علي كواجب اقول انه قدمنا حل. راح اعطيك 1 2 3 زين. الحل الاول اجي اشوف صلب المشكله. صلب المشكله عندنا مهما وفرنا من محطه، طبعا العراق يزيد سنويا 1 مليون طفل. هذا المليون كل واحد يحتاج ربع كيلووات، 250 واط، يعني معناها كل سنة نحتاج محطة مقدارها 250 ميجا واط. أنا إذا أبقى أنشأ محطات، دول العالم الزيادة باستهلاك الكهرباء ما تتجاوز 1% ومرات أقل، يعني مثل من 100% الاستهلاك مالتهم تنزل خمس لين بسبب استخدام الطاقات المتجددة. طيب. وغيرها. جيد. احنا بالعكس احنا الدولة الوحيدة. اسمعني خل احلك بس تعطيني المشكلة الله يخليك. بس الطين مدى اعطيك مقدمة. شوية صبرك عليه. سيد البكر بس اسمح لي. عذرا. عذرا من حضرتك. اليوم المواطن العراقي يعرف كل هاي الاشياء. يريد المشكلة مباشرة ويريد الحل بسرعة. ماشي. قل اعطيني هاي المشكلة صح يحتاج حل. أنا ليش قلت لك؟ اعطيني وين المشكلة؟ أنا أقول لك المشكلات. أنت ركزني على شغلة الإرادة وأقول لك الإرادة شنو سببها. أستاذ العزيز الخسائر في قطاع التوزيع تصل إلى من 50 إلى 60%، عشوائيات غير مقننة. أنت ما تنشئ هسه محطات راح يبقى الاستهلاك ويبقى العراق. طيب. إذا ماكو خطة متكاملة، خطة متكاملة تبدأ من قطاع التوزيع، تبديل الشبكات، دعم مبادرة البنك المركزي أطبقها توفر لك 15% من الحمل. جيد. كذلك جيد. أكمل الحل ولا؟ إيه تفضل. وما تطلع حل والله تزعل من عندك. لا لا. والله. أستاذ العزيز. يعني أستاذ العزيز. آخذ آخذ آخذ. أنا أعرف المشكلة بالتوزيع، أعرف خطوط نقاط الشبكات أعرف ماشي. فيها وأعرف التجاوز. ماشي. من الديسير. راح أعطيك حلول مسامح. زين. أخذ عينة العراق بي 40 مليون، كل بيت بي 5، عندنا 8 مليون بيت عراقي. كل بيت عراقي أقدر هسه أشيل لك من هاي المنظومة 10,000 ميجا. قل من الاستهلاك 33 إلى 23. شلون؟ كل بيت عراقي إذا نجزي الاستهلاك راح نلقى أكو جهاز أنا أسميه المجرم ما موجود بكل دول العالم، هو مطور المي اللي هو يستهلك 250 واط. على قدر الشبكة تطلع محطة بقد محطة كهرباء لمسية 2000 ميجا. هاي شلون أحلها؟ هاي شلون أحلها؟ أحلها بزيادة ضغط الماء من خلال البلديات. حصل استخدام السخانات الشمسية بدل السخانات هاي هسه جريمة. وفر لي سخان هسه شمسي بسعر أكو معمل هسه أنشأ أو معمل إذا تجيب لي سخان بسعر $1,000 شو أسوي بيه؟ مع الأسف إحنا مغني الحي لا يطلب. أكو معمل هسه حالياً أنشأ أبو منطقة أبو غريب للسخانات الشمسية جي. وبادرة جيدة جي. هاي السخانات الشمسية توفر لي 8,000 ميجا استاد. طيب. 8 مرات وقد محط الكهرباء المسيب. طيب ممتاز. يعني الحلول موجودة. دكتور علي نقطة جدا مهمة فيما يخص قلت لحضرتك قلت فيما يخص الغاز المصاحب. خلينا نتحدث بداية العقوب.
لا لا انا احسلك على عقود بس عندك ارقام بالمبادر. يا اخي انا حكيت بالداخله الاولى انا قلت لك اكو مبادره الشفافيه، بس مع الاسف العراقيين على جميع المستويات والاعلام منهم ما مهتم بمبادره شفافيه ولا راح يقرا تقاريرها. هاي بيانات ما مهتمين، لان هم ما مهتمين بالاعلام. هاي بيانات لا لان هو يحصرها نفسه عنده، بس عنده مشكله عنده. لا لا هاي المشكلة. بيانات على الموقع الالكتروني وتنشر ويصير مؤتمر كل سنه وتعلن يابا اطلقنا تقرير مال 2020 اطلقنا 21 كل سنه تعلن. زين حملنا المشكله. هاي البيانات حملنا دكتور علي المسؤول. هاي بيانات منشوره. زين هاي البيانات اعتبرها سوء متابعه من الاعلام العراقي. يعني اي والاعلام العراقي بالمقابل ما دام سوء متابعه من الاعلام العراقي خوش خلي وزاره نفط تحضر نفسها موضوع التهريب. الاغلبيه مشتركين بموضوع التهريب، ما يطلع ارقام صحيحه، لو طلع ارقام صحيحه كان طلع قد رقم التهريب الموجود عندك. حددت لك عن التهريب اللي تتحدث عنه، يعني اثبتها حسابيا حتى اعطيك رقم، لان تريد تبيع لي رقم راح اعطيك رقم يعني حتى تشوف قد فرق عن الحديث الاعلامي عن الحقائق بما يحدث من خروقات للشبكة. هاي البيانات منشورة. هسه هذا الغاز المصاحب ايش قد ينتج العراق؟ بهذا كانت في 2019، هاي في 2020، اكو 18، اكو 21 هسه صدر، 22 راح يصدر. طيب ايش قد ينتج؟ ايش قد يحترق؟ ايش قد قابل للاستثمار؟ ايش قد غير قابل للاستثمار؟ طيب فبالتالي البيانات منشورة، يعني اللي يريد بيانات ويدور عليها يلقاها. يعني مو دفاعا عن وزارة النفط، لكن هاي حقيقة. يعني أنا أروح للمواقع الإلكترونية ألقى منشور. يعني إحنا هسه طبعا مثل ما تعرفون حضراتكم الغاز مرتبط بإنتاج النفط، كل ما يزيد إنتاج النفط خاصة الغاز المصاحب، يعني نتحدث مو غاز الحر، فكل ما يزيد إنتاج النفط كل ما يزيد الغاز المنتج وياه. يعني هسه مثلا ب 2019 أكثر من 3000 مقمق إنتاجنا، ب 2020 لنقلل إنتاج بفعل كورونا فصار عندنا بحدود 2500 فقل الغاز له. تقريبا من الانتاج حسب هاي البيانات 50% يستثمر، 50% لا زال يحرق وما يستثمر. من نجي نقول ليش ما يستثمر؟ لازم نحلل. هسه احنا مو دفاعا عن الحكومه ولا دفاعا عن اي شخص. بس عذرا دكتور، انا اليوم الحكومه اذا اي شيء ايجابي خلي الناس تعرف ليش، وين المشكله؟ هذا قلت لك يا باشر، انا احلل لك. احنا ناس مختصين اقتصاديين طاقة، نحلل ليش ما نستثمر. يحرق هدر؟ نعم هدر. ليش لحد الان اكو مشكله بالاستثمار؟ خلينا نراجع عقود التراخيص. الجوله الاولى كانت تأني نفط فقط، ما كان معها غاز. بالجوله الثانيه انتبهوا الناس اللي يشتغلون، انا اذا اتحدث لك انا قاري كل العقود. طيب كل العقود ال 19 اللي ابرمها العراق من ضمنها عقد غاز البصره مطلع عليها. جيد. ومسوين دليل، احنا عندنا مع مجموعه من الخبراء دليل عقود التراخيص النفطيه، ان شاء الله ادز لك نسخه من عنده بالاساسيات، بحيث اختصرنا العقود كلها بحدود 40 الى 50 صفحه صغيره، تقرا الاساسيات اللي تفيد المواطن، تفيد غير الامور الفنيه اللي هي مختصاص. طيب العقد الجوله الاولى كانت نفط فقط. ما عالجت الغاز ولا تطرقت لموضوع الغاز، وهاي كان بعض الاشكاليه اللي بيها. بالجوله الثانيه انتبه الفريق اللي كان عند العقود، اضاف الغاز استثمار الغاز بالجوله الثانيه. الجوله الثالثه كانت عقود لحقول غازيه فقط. الجوله الرابعه هي حقول استكشافيه. الجوله الاولى من رجعوا ورادوا يعالجوها الشركات اللي تعاقدوا وياها ما قبلت، لان الغاز هو مو مربح مثل ما النفط حقيقه، يعني اذا تحط له نسبه او مو مربح جدا. فبالتالي راحت وقتها الوزاره السابقه او اسبق الى التعاقد لانشاء شركه غاز البصره، اللي هي مثل ما نعرف شركه غاز الجنوب عندها 51%، وشركة شل عندها 45%، وشركة مسيوبوشي 4%. هذه كان واجبها التعامل مع الغاز المصاحب اللي ينتج من حقول الجولة الأولى واللي هي حقول ضخمة مثل الرمويلة والزبير. طيب فهاي الحقيقة إنتاجها كلش دي يتطور ويزيد يعني تباعا وماشية بخطة عمل ممتازة، لأن استثمار خارجي. جولة الثانية بعد ما بدأ في خاصة في البرلمان تحدد المبالغ المخصصة لجولات التراخيص، فصار خيار أمام الحكومة أو الوزارة النفط أنه هل تذهب للاستثمار المبلغ المحدد في النفط اللي يجيب إيرادات مباشرة،
أم تذهب لتقليل الاستثمار بالنفط واستثمار بالغاز وياه؟ مثل ما نعرف إن الغاز يراد له إلى بنى تحتية، إلى معالجات، إلى كبسات، إلى خزانات، إلى خطوط نقل خاصة تختلف بالكامل عن خطوط صحيح. هاي تحتاج إلى مليارات. فسقف المبالغ يحدد سنويا بالموازنة العراقية. إذا تتابع الموازنات العراقية البرلمان كل ما ينحط سقف لا تأخذ المسودة مال الحكومة، البرلمان يخفض هذا السقف. فبالتالي بدأ الاتجاه بعقود التراخيص يذهبون إلى الاعتماد على النفط فقط، لأن يجيب إيرادات تغطي الموازنة وبالتالي أهمل موضوع الغاز حتى في الجولة الثانية. العقد ويا شركة توتال أو مذكرة تفاهم شركة توتال جزء منها التعامل مع الغاز اللي ينتج خاصة في عقود الجولة الثانية اللي دا يهدر. غالبية الحرق هو حاليا الغاز المحترق هو من عقود الجولة الثانية، فبالتالي وهاي دا تزيد إنتاجها. يعني إحنا بدينا بعشرات الآلاف، هسه وصلت لملايين براميل، فملايين براميل غاز أقباله آلاف المقامق، فهذا ليهدر. فتوتال جزء من العقد المذكرة فهم هي التعامل واستثمار هذا، فبالتالي توتال ستجذب أموال للاستثمار في هذا مقابل النسب، فبالتالي الموازنة العراقية ما تتحمل عبء كثير بالأموال والأرباح تسترد من الإنتاج. جيد، أقدر أستاذ العمراوي وأرجع لك؟ ممكن اسمح لي؟ بالتأكيد. سيد عقراوي تسمعني الآن بشكل واضح؟ نعم. طيب تفضل، الآن أسمع صوتك أنا بشكل واضح عذرا يعني للخلل الفني، تفضل. أنا يعني بس أريد أضيف بعض النقاط الأخ أثاها. النقطة الأولى أنه تهريب الغاز حسب ما سمعنا، تهريب النفط كان بحدود قبل هذه المعلومات قبل شهرين حوالي كان 350 ألف برميل يتهرب. كان الأنابيب المثقوبة بحدود 21 أنبوب مثقب يهرب منه النفط. هذه بالنسبة للنفط. بالنسبة للغاز أنا أريد أضيف شيء، أنه عدة مرات شركات، وإحنا بعض الشركات الأمريكية كانت مستعدة أنه تجي تستثمر بالغاز زيرو بيمنت من الحكومة، شلون تأخذ الغاز وتحوله إلى كهرباء وتحاسب على الوحدات، يعني سعرات الكهربائية تربط ويا الشبكة الوطنية ومنك يستوفي، يعني يستوفي حقه. وبخلال 4-5 سنوات هاي المحطة تبقى كليا للدولة، بس ما كان أي جواب من الحكومة من وزارة النفط إطلاقا. عدة مراسلات صارت من وزير نفط إلى رئيس وزراء السابق، عدة مراسلات، شركات أمريكية مستعدة تنصب بدون استثمار كامل 100%، بس ما كان أكو أي جواب أو أي رد من الحكومة العراقية. طيب. هاي صارت من زمان شهر الثاني إلى الوزراء الباقين مع شديد الأسف. هذا كان ممكن استغلال هذا الغاز الباقي، يعني إحنا نحتاج حوالي 5 مقمق باليوم يكفي استهلاكنا، والآن نستورد من إيران تقريبا يعني تقريبا من إيران تقريبا 1800 مقمق باليوم. صح. هذا كان ممكن يسيفنا كثير فلوس، بدل الفلوس تروح من إيران وغير إيران، كان إحنا استفادين من توليد هالطاقة، وما كان استثمار حكومي زيرو. بس مع الأسف ما كان أكو استجابات فعالة من الحكومة. أتمنى من الحكومة العراقية أن تستجيب. بالإضافة لهذه أنا أقول لك يا الآن أكو عندنا حقل عكاز، حقل عكاز ب 5.8 تريليون كيبيك فيت أوف غاز. نعم. هذا موجود بعض الآبار محفورة ممكن استغلاله تركيب محطات، والآن أكو شركات أمريكية طلبت من الحكومة العراقية أنه تستثمر تأخذ هذا الغاز وتحفر آبار وتخلي محطات كهربائية وتغطي الاحتياجات المحلية كليا من الغاز. بس أتمنى أنه الحكومة العراقية تكون جادة أنه تتفاعل ويعني تهتم بالموضوع هذا، كفاية خسارة وحرق غاز وعدم اهتمام بالقطاع الغاز مع الشديد. الآن أكو بادرة جيدة، بدأت بعض البوادر تمام، قام يزداد الاستهلاك يعني استفادة من الغاز، بس تقريبا احنا
عندنا 50% ما زال بيحرق مع شديد الأسف. جيد سيد عقلاوي، يعني فيما يخص هذه الشركات التي يعني تحول الغاز إلى كهرباء، الشركات الأمريكية، شنو المشكلة اللي ما دفعتها للتعاقد مع العراق؟ استجابة لحد الآن ماكو استجابة جيدة. ماكو أي استجابة جيدة، ماكو جواب. قد تكون هناك عروض أفضل من شركات أخرى. مع شديد الأسف. قد تكون هناك عروض من شركات أخرى أفضل يعني. خليها يعني هي منافسة، نوع عن منافسة، وأي شركة بس هذول يقول لك إحنا نجي نستفاد من الغاز اللي يحترق الآن ونعطيكم كهرباء بدون أي استثمار حكومي، استثمار خارجي. والحكومة يومية تعلن هالشيء هذا. من هو اللي يعوق المشكلة؟ جهات أخرى. أنا أعتقد هي قضايا سياسية مع شديد الأسف، لأنه دي يستمرون حرق الغاز حتى نستمر نستورد الغاز من برا ومن إيران وغير إيران. جيد. نفس الشيء بالنسبة للكهرباء. طيب سيد عقلاوي، تعتقد أنه يعني بعض الدول راح تعتمد على العراق في موضوع أزمة الطاقة وما شابه ذلك والنفط وعملية، أم سيكون يعني مع حل الأزمة في أوكرانيا وروسيا قد يستغنى عن العراق ويبقى خلاص حصته موجودة بأوبك وخلاص؟ على كل، احنا ما علينا بالجهاد، احنا علينا ببلدنا بوطننا. احنا عندنا امكانيات جيده اذا اكو اهتمام جيد من قبل الوزاره، بس مع الشديد للاسف بدأ يهتمون، يحجون على يوميه نسمع انه يتكلمون عن استثمار، بس لما تجي شركات تريد تستثمر يهربوها. هذا شيء يؤسف له على شديد الاسف. اكو امكانيات، اكو طاقات، اكو كادر عراقي برا يعيش، إن كان أنه يكون فعال أكثر. مع الأسف معظم الكوادر الآن تجي وتستلم مسؤوليات في وزارة النفط الفترة الأخيرة كفاءات غير 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 مؤهلة. أوكي، إحنا دلنا نسمع. طيب. المعاونين الوزير وغيرهم الوكلاء يجيبوهم اختصاصاتهم كليا بعيدة عن النفط وعن الغاز، وهذا تدمير الطاقة الوطنية. طيب ممتاز أستاذ علي. نعم. الأزمة على مستوى أزمة الكهرباء في العراق كيفية ستكون، كيفية المعالجة في قادم الأيام مقبلين على الصيف، وإحنا لحد اللحظات فعليا نحتاج 33-34 ألف ميجا، 33-34 ألف ميجا فعليا. الآن الحديث عن 23-22 ألف ميجا لا ما وصلنا، احنا وصلنا قبل 4 أشهر أو 5 وصلنا الماكسيمم، العراق وصل 22.5 تاريخ ما وصل، هسه حاليا جو 20. لا هاي هسه صارت اكو اشكاليات مع ايران، النفط 7500 ميجا خلص الاسبوع القادم راح تنحل الازمه، ما عندنا مشكله ان شاء الله. من 18 رجع 22.5. نعم. اكو حل؟ اكو حل يعني الصيف القادم اكو حل، يعني وحل سريع جدا. حل سريع جدا الصيف القادم راح تكون اكو يتغطي الكهرباء للعراقيين لا مو تغطي، اللي اتوقع يعني حقيقه الكهرباء بالصيف القادم من 18 الى 20 ساعه على عموم العراق، وهذا شيء انجاز كلش كبير. جيد. شلون؟ بس على شرط انه عندنا الحقيقه مبادره البنك المركزي العراقي، مبادره رائعه جدا جت وبعد مخاض كبير اشتغلنا عليه الحقيقه، انه دعم من خلال قروض لنصب منظومات الطاقه الشمسيه. هاي اذا تعممت على، بس اشوفها مبادره خجوله. ليش؟ لاكو اعلام عليها. ليش تبيع لها الطاقه الشمسيه؟ اليوم اريد اتعارك وياك هيك بهالطريقه، اريد اطلع من الاطار كله واريد اتعارك، ليش تبيع الطاقه الشمسيه؟ هي المنظومات الحقيقه اول شيء قلت لك اكو عصاب الدواليب، اكو من ما يريد هاي المبادره تمشي. اول شيء حددوا شركات محدده. الأرقام مبالغ بها، الأسعار، يعني أنا كنت أتمنى إنه هاي المبادرة تعمم بدون ضابط وبدون، بحيث راح يشتغلون آلاف المهندسين القاعدين ميكانيك وكهرباء، يسوون شركات عاطلين عن العمل، يسوون شركات في عموم المحافظات لنصب منظومات الطاقة. لحد الآن عشر يعني عدد أصابع اليدين والرجلين يعني قليل، يعني هذا محل استادي، هذا حل ترى يوفر لك 15% من حمل الشبكة. 15% يعني رقم كلش كبير، يعني 4500 ميجا. أنت تتحدث عن طاقة شمسية فردية في المنازل، لو تتحدث عن شركات تنصب شركات طاقة شمسية، لا هذاك مو هاي النقطة. لا بس قول لي على أي المبادرة. المبادرة هاي إذا على مستوى أفراد وبيوتات، المبادرة انساها خلص. أنا من
على مستوى افراد وعلى مستوى مصانع وعلى مستوى دوائر دوله. طيب انا اول شيء دوائر الدوله اقدر اسيطر عليها، لحد الان ما اجى توجيه شكو دائره عامه او منشاه عامه تنصب منظومه الطاقه الشمسيه وعلى لا تقل عن 20 كيلو واط مثلا، هذا احد الضوابط. ماكو ايش توجه. ثاني شيء ماكو ثقافة ترشيد يا أستاذ، يعني أنا ثقافة الترشيد لازم تصاحبها. بألمانيا من صارت الأزمة بالطاقة حتى المولات ممنوع الأبواب تبقى مفتوحة مع المولات، هيك لهالدرجة وصلوا. طيب. إطفاء اللوحات الإعلانية. إحنا مو قصة كذلك 7500 ميجا مال باور تشاينا ومال شركة توتال وشركة مصدر في جنوب العراق، وين وصلت؟ هاي مو قبل تقريبا 8 اشهر. طيب. من اقول لك ماكو جديه. اكو في اليوم تقرير تلفزيوني انه يابا وصلنا مراحل كذا متقدمه على مود يصير عندنا امل. ماكو هاي 7500 قال لحد الان. اكو بعض الاراضي لحد الان ما صار الاتفاق على نصبها. جيد. فاذا استاذي ماكو اراده حقيقيه لحسم الملف. اراده بس رغم ذلك انا متفائل انه هذا الصيف القادم راح توصل. شفت تغريده السفيره الامريكيه اليوم ايش قالت؟ نعم. قالت رح نعمل مع وزير الكهرباء لحل أزمة الكهرباء. هو أول مرة يحكيها بايدن الحقيقة قبل 3 أشهر، وهذا يعني قبل كان هذا شعرت على أنه تدخل في في القضايا السياسية. لا لا احنا موضوع السياسة إيران لو شعرت بالفعل أكو شركات بالضبط أخرى قد تكون منافسة. لا هي الهدف مال أمريكا تجيب شركاتها. أمريكا شو تريد؟ تريد الحقيقة تضعف الحكومة الإيرانية بأي وسيلة. من ضمن هاي الوسائل هو أنه تجبر العراق على الاستغناء عن الغاز الإيراني. طبعا كل دول العالم الحقيقة يعني الخطوط متصلة بين الدول، الكهرباء مو شغلة استيراد وتصدير. جيد. على مود شغلة فنية هي استقرارية الشبكة. الشبكة كل ما تكبر كل ما تكبر تستقر. فهذا موضوع فني يعني أخذ وعطاء اعتمادا على الموسم. طيب. يعني أنا أحتاج بهذا الموسم ذاك يحتاج بذاك الموسم. طيب. فهذا شيء طبيعي. طيب دكتور علي بما أنه مطلع على تفاصيل موضوع النفط، إيش قد تتوقع حصل إنتاج زيادة عندنا نفطية؟ إيش قد نوصل بال 23 بال 24؟ لازم أكو خطة صح؟ الخطة على أثرها أنه ذكرت نقاط جدا مهمة. عندنا مشكلة بالموانع، عندنا مشكلة بالأنابيب، ذني كلهن يجب أن تعالج. أكيد. في عملية التصدير. بس إيش قد عندنا خطة وشو إحنا نقدر المعالجة والتصدير أيضا؟ البنى التحتيه اكيد يعني بها مشكله، يعني ماده تواكب الزياده في الانتاج حتى ما اكملتها خلال السنوات السابقه. الخطه الحقيقه وزاره النفط مثل ما اعلنت بعد ما خللتها من 12 مليون رجعت الى حدود 8 ملايين بال 2027 بعد ما حدث من داعش وايضا كوفيد 19. فبالتالي حاليا الخطه الى اعتقد الى ال 30 راح نوصل الى 7.5 مليون الخطه الجديده، يعني حسب 7.5 مليون 7.5 مليون في 30 رقم ما يلبي الطموح. لا الحقيقه هو انت تنتج مع عدم احتياج السوق العالمي. زين اوبك تقبل بهذا؟ يعني احنا من نال 30 خارطه العالم الانتاج اكيد راح يتغير. بعد ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه اكيد كثير من الدول وخاصه اوروبا راح تتوجه نحو الطاقه المتجدده وتبتعد عن الطاقه الاحفوريه حتى ما تكون سياساتها مرهونه. يعني قبل كانت الخطط من 2030 يبدون ينخفض الانتاج، هسه الخطط لا راح اكيد راح تتقرب لان يعني سياساتهم مختلفه، توجهوا الطاقه المتجدده للانتاج رغم هذه الفتره دا نشوفهم حتى الفحم قام يستخدمون، لكن خططهم المستقبليه قربوها كثفوها، استثماراتهم زادها في مجال الطاقه المتجدده حتى يقللون استخدام وقود الاحفوري. بالتالي يعني دول كثيره راح تخرج. مثلا النرويج اعلنت قبل فتره انها 30 لن تنتج. احنا نتحدث عن حدود 2.5-3 مليون برميل. السيارات الكهرباء هاي كلها راح تكون بدائل للنفط، اضافه الى انه الطاقة راح يزيد الطلب عليها عالميا مع انخفاض منتجين انتاج منتجين، يعني نفط طاقة ناضبة. العراق على مدى بس في المقابل العراق مو نشط في عملية الطاقة البديلة. نعم انا اتحدث عن اي بالمقابل هو لازم تواكب العالم صح؟ اتحدث عن 7.5 مليون لازم تواكب العالم؟ لا لا اتحدث لك عن 7.5 مليون انه 7.5 مليون. بس انا اسالك على الطاقة راح ارجع لك على الطاقة البديلة. اي انا اسالك على الطاقة البديلة انت تقول 7.5 تقول العالم راح الى الطاقه البديله صح؟ نعم لكن العراق مفروض يواكب الطاقه البديله ايضا. اتفق معك لكن مع ذلك سيبقى الطلب على النفط تقريبا مساوي للكميه الحاليه. مع
مع خروج بعض المنتجين انخفاض انتاج عديد من الدول راح يبقى الطلب بهذا المستوى، فبالتالي زياده انتاج العراق راح تكون متوازنه مع احتياجات السوق، فبالتالي هاي خطط مرتبطه بالعالم يعني مو فقط مرتبطه بالطاقات الانتاجيه العراقيه. العراق متجه للطاقه المتجدده وعنده فرص، لكن المشكله الطاقه المتجدده التكلفه العاليه بالنظيده، النظيده عاليه جدا وقابله للاستهلاك بفترات قصيره جدا يعني من 4 إلى 6 سنوات تكلفتها عاليه. يعني العقد مع توتال اللي نتحدث عنه هو بدون خزين، يعني ما تخزن، هي مشاريع ضخمه بدون خزين، موجوده شمس اكو كهرباء، ما موجوده شمس ما كهرباء، فبالتالي هذا ممكن الاستفاده منه واستثماره في القطاع التجاري القطاع الصناعي ونقل الطاقات الاخرى للقطاعات الاخرى اللي تستهلكها، لان الصناعه والتجاره هي تاخذ ساعات النهار، فبالتالي نستثمر في الطاقه الشمسيه. طيب خلي بس بقى دقيقتين ممكن اعبرني للسيد عقراوي. سيد عقراوي الان كيف برايك على مستوى يعني هاي كبار الدول كبار مصدري الطاقه والغاز النفط ما شابه ذلك، كيف تنظر الى العراق؟ هل بالفعل لديها جديه بالتعامل في هذا الملف مع العراق صاحبه الان الاستقرار الامني وممكن اكو يصير استقرار سياسي، ينظرون للعراق بهذه القصه ان يكون واحد من البلدان القويه بالمستقبل؟ بس انا يضيف لك فد شيء على قضيه الطاقه المتجدده. نعم. اجيب لك فد مثل بسيط، انه المغرب اللي هي ما عندهم اي امكانيات يعني ماديه مثلنا، بس عندهم صحراء، والصحراء مالتهم الان بنوا منظمات الطاقه الشمسيه، تصور تزود اسبانيا وهسه بريطانيا ارسلوا يعني خط كامل الى بريطانيا تزود الكهرباء من المغرب بواسطه الطاقه الشمسيه تستغل. احنا تقريبا الخط العرض مالتنا يوازي المغرب وغير المغرب، فعندنا صحراء شاسعه وعندنا تقريبا معظم ايام السنه اكو شمس، وممكن استغلالنا عندنا الصحراء الغربيه يعني الان لو يركزون على انتاج الطاقه الكهربائيه من الصحراء هذه يكون عامل جيد يعني. هذه نقطة مهمة. احنا بالنسبة انا اريد ارجع للغاز. الغاز انتم تتصورون هسه احنا عكازي وبرمادي الان اكتشفوا نفس الطبقات الموجودة يسموها بليوزوي العكاز الغاز موجودة بالرمادي موجودة هسه الان اكتشفوها بسعودية منطقة عرعر. نعم. يعني احنا عندنا حسب المعلومات الموجودة والخرائط الموجودة عندنا تراكيب كثيرة من عكاز بالرمادي الى العرعر، كلها تراكيب مع الاسف معظم هذه التراكيب ما محفوره بس مثبته بالسايزميك 2 دي سايزميك. اذا ممكن يبلشون تطوير او استكشاف هذه الحقول استعمال تكنولوجيا جديده، معظم هذه الحقول ممكن احتمالات الغاز جدا كبيره بها، يكون على ثقه انه احنا هسه عندنا تقريبا 132 مقمق مليون مقمق موجود عندنا احتياطي مال الغاز، ممكن يتضاعف يوصل احتمال انا حسب توقعاتنا يوصل قطر. اوكي. الان تسلسل مادنا العالمي هو 13 ممكن يعبر اذا اهتموا بتطوير واستكشاف هاي الحقول الموجوده في الصحراء الغربيه وغيرها، لان هذه كلها اما لايت اويل او كوندنسيت اويل او غاز. يعني بس مع الاسف مهمله الاستكشاف في ذيك المناطق معتمدين على الشركات الاجنبيه، ممكن كادرنا العراقي يسوي هذا الشيء بكل بساطه اذا اهتموا بالموضوع، اكو امكانيات داخليه وخارجيه. طيب على مستوى النظره للعراق المستقبليه كدوله، انا اعتقد راح تكون يعني انا دائما نقول احنا اخر برميل من النفط راح يصدر من العراق، راح يبقى من العراق. العراق امكانيات النفطيه جدا هائله، اوكي هسه الان اللي يسموها بروفن ديسكفري او المتحقق هو 152 مليون برميل، بس احنا متوقعين يسموه بروبابل اويل ممكن 250 مليون برميل، الاحتياطي البوسيبل يسموه يوصل 350 مليون برميل. يعني احنا لو طورنا هذه لانه انت من تحفر ثبت وتزيد الاحتياطي مالتك.
طيب. الان المثبت هو 152 بليون برميل اوكي من احتياطي مالتنا، يعني احنا امكانيات المستقبليه جدا جدا رائعه بالنسبه للعراق اذا اكو اهتمام. يعني انا مستقبل متفائل بمستقبل العراق، حضرتك ايضا؟ نعم طبعا طبعا بالمية مية ان شاء الله. العراق عنده امكانيات رهيبه من ناحيه الطاقه، بس طيب. يحتاج له النظام الاداري المحكم، هي هاي المشكله، انه النظام الاداري مع الاسف غير جيد. الكفاءات متى تخلي الرجل المناسب مكان المناسب، كلها صارت محسوبيه منسوبيه. لازم يجي واحد كفو يعرف يتعامليها مهربشيه مال النظام. بالضبط. ولازم يجي واحد كفو يعطل المشاريع بصراحه. هم هاي القصه في نهايه المطاف، الكفو يعني ما يحتاج. اذا نشوف الكوادر الموجوده معظمها مع شديد للاسف غير كفو. شكرا. طيب واضح. شكرا شكرا جميل. شكرا حضرتك السيد كريم عقراوي استاذ علي البكري، شكرا حضرتك استاذ الدكتور علي نعمه، شكرا لحضرتك ايضا. شخصيا متفائل في مستقبل العراق رغم كل اللي يحدث على المستوى السياسي وكل ما شابه ذلك، لكن في قادم الايام ان شاء الله حيكون وضع افضل. الى اللقاء.